ومضى ذو القرنين مع جيشه يسير لأيام عديدة لإنجاز مهمة قدرها الله له، ولكنه لا يعلمها بعد. اهربوا أيها القوم، اهربوا اهربوا، إنهم يأجوج ومأجوج، اختبئوا اهربوا اختبئوا. هيا ومضى ذو القرنين مع جيشه يسير لأيام عديدة لإنجاز مهمة قدرها الله له، ولكنه لا يعلمها بعد. سار حتى وصل إلى جبلين عظيمين يفصل بينهما أخدود. وقف يتأمل مشهد الوادي الذي بدأت تدب فيه الحياة مرة أخرى، ويسبح الله ويحمده أن أتاه أسباب العلم والقوة والقدرة على هداية هذه البلاد التي فتحها. ما أجمل هذا الوادي الذي ينعم بالخيرات. يبدو أنهم قوم مسالمون يزرعون الأرض ويرعون أنعامهم. أصبت يا آزاد، فالسلام يعم المكان. فلتذهب يا آزاد مع نفر من الجند لنعلم نبأ هؤلاء القوم. أمر مولاي. ويذهب رسل ذي القرنين إلى أهل الوادي ليستطلعوا أمرهم ويتبينوا أحوالهم، ولكنهم كانوا يتحدثون بلغة غريبة على من أرسلهم ذو القرنين، وعادوا بعد أن عجزوا عن التفاهم معهم. هل تحدثتم معهم يا آزاد؟ لم يفقهوا شيئاً مما نقول، ولغتهم غريبة علينا، فلم نستطع التفاهم معهم. دعوهم لي، أرسلوا من يحضر إلي كبيرهم ووجهاءهم. طوع أمرك يا مولاي. رغم أن اللغة التي كانوا يتحدثون بها غريبة على جنود ذي القرنين، إلا أنها لم تكن غريبة على هذا الملك الذي وهبه الله من أسباب العلم ما مكنه من التفاهم معهم بلغتهم. ماذا يريد منا هؤلاء القوم؟ فنحن لا نفهم كلامهم ولا يفقهون كلامنا. وأنا أيضا في حيرة، ولكننا لا نملك إلا الانصياع لهم، وأرجو ألا يصيبنا منهم أذى. أنا الملك ذو القرنين، ولا أريد منكم إلا أن تؤمنوا بدعوتي، فأنا لا أريد بكم شرا. إنه يتحدث لغتنا. وما هي دعواتك يا سيدي؟ الإيمان بالله الواحد الأحد، وألا تشركوا به شيئا. إنها دعوة كريمة من ملك كريم لإله كريم أنعم علينا بالخير والزرع والأنعام، فكيف لا نؤمن به؟
أيها الملك، نريد أن نطلب من هذا الإله أن يمنع عنا من يغتصب أرضنا وزرعنا. ورسالتي في هذه الأرض رفع الظلم عن العباد ونشر الأمن والسلام. يا ذا القرنين، إن ياجوج ومأجوج مفسدون في الأرض ويغيرون علينا من وراء الجبلين ويأتون على الحرث والنسل. نحن على استعداد أن نعطيك ما تشاء مقابل أن تبني لنا سداً بين الجبلين يحول بيننا وبينهم ويمنعهم عن أذانا. سنعطيك كل ما تشاء من ذهب وفضة، ولن ينسى لك أهل هذا الوادي معروفك وجميل إحسانك. مهلاً يا قوم، هل تتصورون أنني أعمل مقابل أجر؟ إن الذي أنا فيه خير من الذي تبذلونه أنتم، فقط أعينوني بجهد أبدانكم وأنفسكم وسأجعل بمشيئة الله بينكم وبينهم ردما. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى جميع أنبياء الله ورسله، آمين. سيدي الإمام، لقد أخبر القرآن عن أهل هذا الوادي بأنهم لا يكادون يفقهون قولا، فكيف تفاهم معهم ذو القرنين؟ لقد أعطى الله تعالى ذا القرنين من كل شيء سببا، أي علما وتمكينا وقدرة، فألهمه فهم لغتهم وكيفية التواصل معهم، كما فعل مع أقوام كثيرة مر بهم أثناء تجواله في الأرض. إن لفظ يأجوج ومأجوج من الأسماء الغريبة التي وردت بالقرآن الكريم، فهل هذا اسم هؤلاء القوم بالفعل أم صفة لهم؟ قال المحققون إن يأجوج ومأجوج اسمان أعجميان مشتقان من أجيج النار والتهابها ومن الماء الأجاج وهو الشديد الملوحة والحرارة وبالمياه الحارة المحرقة المتموجة لكثرة تقلبهم واضطرابهم وتخريبهم وإفسادهم في الأرض. ألم يكن من الأجدى أن يخلصنا ذو القرنين من يأجوج ومأجوج ويقضي عليهم إلى الأبد؟ وهل نضمن أن ينتصر عليهم؟ ربما تغلبوا عليه وساعتها سيصبون الجحيم علينا صبا. فيما تتناقشون يا قوم؟ نحن من اقترحنا عليه بناء السد ووافق أن يفعل ذلك دون مقابل،
إنه حاكم قوي صالح ولن يخذله الله. كنت أخشى فقط أن يتمكن هؤلاء البرابرة من هدم هذا السد بعد أن يتركنا ذو القرنين ويرحل عنا، فهم قوم أولو بأس شديد. علينا أن نعاونه ونساعده ونفعل كل ما يطلبه منا، فهو ملك قوي يستمد قوته من إيمانه بالله، فلا تخشوا شيئا. كيف سنقوم بسد هذا الأخدود بين الجبلين؟ إن ارتفاعهما شاهق للغاية. إنها مهمة شاقة وصعبة، إلا أن حلها يكمن في داخلها. كيف يا مولاي؟ وأي حل؟ انظر يا أزاد إلى لون هذه الجبال. إنها شديدة السواد وتختلف عما حولها من الجبال. إن هذه الجبال مليئة بخام الحديد، مرهم أن يقطعوا الكثير من أحجار هذه الجبال ويحضرونها إلى ما بين الجبلين. ماذا يجول بخاطر مولاي؟ سترى يا أزاد. وتدب الحياة بين أرجاء الوادي. ها هنا أمة نهضت من يأسها وخوفها، وها هم أهل الوادي يشاركون في تغيير وضعهم وتبديله من حال إلى حال بقوة سواعدهم ونشاطهم وبما في هذا الوادي من موارد وخيرات. ومن خلفهم يقف ذو القرنين يعلم ويوجه ويكشف لهم أسرار صنعة لم يعرفوها من قبل، فقد أمرهم بتجميع ما تحفل به أرضهم من حجارة الحديد الخام لتكون أساساً للسد الذي سيغلق مدخل الوادي. كان ذو القرنين يدرك أن رجاله وحدهم قادرون على أن يغلقوا مدخل هذا الوادي بسد هائل لم يسمع أحد بمثله من قبل، ولكنه أراد لأهل هذا الوادي أن يستعيدوا ثقتهم بأنفسهم وبأنهم قادرون على حماية أنفسهم. أزاد، مرهم أن يضعوا أسفل الحجارة أخشاباً مبللة بالزيت ويشعلوا فيها النار. ولكن يا مولاي، إن النار سرعان ما ستخبو وتنطفئ. أزيدوا من الأخشاب واحرصوا على أن تجعلوا النار دوماً متأججة. كاد أن يكتمل بناء السد يا سيدي وسد ما بين الجبلين. ليس بعد يا أزاد، علينا أن نجعله أكثر صلابة. ولكن كيف يا مولاي؟ مرهم بتجميع كميات كبيرة من النحاس المذاب ويأتوا بها إلى موقع السد. أمر مولاي مطاع. وتصل الأنباء إلى أهل الوادي
باكتمال بناء السد، فيعم الفرح جموعهم ويتجمعون لرؤية السد، ويسارعون إلى ذي القرنين يشكرون حسن صنيعه لهم. وقف ذو القرنين ينظر إلى هذا السد العظيم، لم تسكره نشوة القوة والعلم، لم يقل أوتيته على علم عندي، وإنما نسب الفضل لصاحب الفضل جل وعلا. نحن مدينون لك بحياتنا أيها الملك العظيم، فلقد صنعت لنا فوق ما كنا نحلم به. هذا رحمة من ربي، إن الذي أمر ببناء هذا السد هو الله، وإن من حال بينكم وبين يأجوج ومأجوج هو الله، وإن الذي سيأذن لهم بالخروج هو الله، وحتما سيأتي يوم على هذا السد المنيع ليجعله الله عز وجل دكا ويسويه بالأرض كما سيسوي الجبال كلها بالأرض. أيها الملك، لقد أخفتنا بعد أن كدنا نطمئن على حياتنا. اطمئنوا وانعموا بالأمن والسلام بمشيئة الله، ولكن ميقات الله سيأتي حتما. علينا الآن أن نرحل من هنا بعد أن أتممنا ما كلفنا به.